عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. يعني تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الخاص طبعا باستاد الأهلي الجديد، أكيد كنا سعداء أو إحنا بنتابعه سعداء، أكيد جمهور الأهلي اللي يعني بيحلم بهذا الاستاد أكيد سعيد. الحلم إن شاء الله هيتحقق، أكيد هيبقى في خطوات في أرض الواقع قريبا، ولكن طبعا إحنا لما بنبتدي نشوف بعض الأمور اللي ممكن تكون خلاص بتاخد وقت، يعني عايز اقول لكم ان التصميم والجرافيك وكل ما يلزم عشان يطلع الشكل ده امبارح بالمنظر ده، او الاستشارات الهندسيه تطلع بالشكل ويطلع كده الفيديو اللي احنا بنشوفه ويبقى في مؤتمر صحفي خاص بهذا الاستاد بياخد وقت فعلا، ولكن خلاص ما دام دي اصعب الامور، يعني اصعب الامور في جزئيه بناء الاستاد انك تبتدي تصور ثم شكل هندسي بيبتدي يترسم ثم تفاصيل خاصة بالتمويل والبناء وكل الأمور دي، ثم إن شاء الله بقى دي كان الجزء الأصعب، الجزء الأسهل إن شاء الله بأمر الله حتة البنى والتقديريا اللي امبارح اتكلمنا فيه، هو ما بين 3 سنين لـ4 سنين إن شاء الله هذا الاستاد هيكون موجود على أرض الواقع بناء طبعا على الوعود اللي موجودة من خلال طبعا المؤتمر الصحفي والشركة اللي هتنفذ هذا المشروع. خليني يمكن اتكلم في هذه الجزئيه ايضا مع استاذ خالد العشري واستاذ احمد الشامي النقاد الرياضيين بعد او في الفقره الثانيه، لكن خليني اكلمكم بقى على فريق الكوره، ده الاهم بالنسبه لنا الفتره الجايه. النهارده النادي الاهلي في المركز السادس بعد مباراتين ان شاء الله، بعد مباراتين ان شاء الله الجدول هيتغير بالمباريات القادمه، يعني نتيجه النادي الاهلي هيغير حاجات كتير جدا في الجدول في الفترة القادمة إن شاء الله. حصولنا على 3 نقاط أمام الداخلية ثم المباراة اللي بعدها هتفرق معاك كتير جدا أنك توصل، يعني المباراة القادمة أنت 13 نقطة حاليا أو توصل إن شاء الله النقطة الـ15 ثم تقترب من متصدر الدوري هو فريق نادي الإسماعيلي اللي أنت يمكن بفوزك المباراة اللي فاتت أنت 6 نقاط في هذه المباراة وليست 3 نقاط فقط، لأنك أنت بتلعب متصدر الدوري في التوقيت الحالي. فكل التوفيق إن شاء الله لفريقنا اللي النهاردة بيتمرن بشكل جماعي، يعني تقريبا كابتن حسام البدري كان بيحاول طبعا يوصل معلومات مهمه عن المباراه القادمه، لان انت تركيزك حاليا في الدوري ممتاز. كابتن حسام بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين، يعني مباراه الداخليه دايما فريق الداخليه فريق من الفرق اللي بتدافع بشكل مميز جدا، عشان كده كابتن حسام بيدي اهميه لكل مباراه هتكون موجوده منها مباراة الداخلية إن شاء الله هتكون يوم الجمعة بأمر الله. فبالتالي كانت المحاضرة الفنية قبل التمرين النهاردة، فبالتالي أكيد كابتن حسام بيدي تعليمات معينة لبعض اللاعبين، بيطمن على بعض اللاعبين، دايما بيبقى في لغة الحوار قبل التمرين دي مهمة جدا، دايما واحنا كنا بنتمرن أو قبل التمرين كده لما المدير الفني يقعد معانا ونتكلم في أهدافنا في طموحنا في الشكل اللي هيبقى فيه المباراة الجاية، دي بتفرق مع اللاعبين بشكل كبير. عشان كده دايما كان المديرين الفنيين لما بييجوا يقعدوا ويتكلموا قبل المباراه ده يعني اعتقد بيبقى توقيت او قبل التمرين انا اسف بيبقى ليها يعني سحر كده في اللاعبين ودب الحماس فيهم من خلال الكلمات اللي بتبقى موجوده من المدير الفني او من مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ. فبالتالي ان شاء الله هتكون مباراه مميزه. طبعا المباراه القادمه هي مباراه في الاسبوع العاشر من بطوله الدوري الممتاز 2017-2018. بعض اللاعبين طبعا الاساسيين اللي لعبوا مباراه الاسماعيلي كان تمرينه اليوم تمرينه خفيفه عباره عن استشفاء يعني بالنسبه لهم، لان زي ما بقول لكم ضيق الوقت ما بين المباراه مباراه الاسماعيلي ومباراه الداخليه، لان انت كل 4 أيام بتلعب مباراه بتخلي كابتن حسام بدري ان اللاعبين لعبوا بصفة أساسية على مدار 90 دقيقة بيبقى ليهم حمل معين. كان النهاردة التمرين اليوم عبارة عن يعني مباراة ما بين فرقتين في الكرة الطايرة بالرجل، فبالتالي دي دايما بيستمتع بيها لعيبة الكورة وبتبقى جزء كده استشفائي للاعبين بيستمتعوا بيه وكأنهم كده بيلعبوا جيم جميل وجيم بتبقى خفيف على اللاعبين. أيضا بعض اللاعبين طبعا اللي ما لعبوش بشكل لمده 90 دقيقة أو ما يزيد عن 60 أو 70 دقيقة بيبتدوا يتمرنوا بشكل طبيعي، بيبقى فيه جمل، بيبقى فيه شكل بدني ليهم، هو ده كابتن حسام بدري يتعامل معاهم النهارده. لو اتكلمنا على اللاعبين زي حسين السيد، محمد نجيب، اطمنينا يعني انتظموا النهارده في التمرين ودي حاجة مميزة، حاجة بتطمئن على اللاعبين اللي ممكن تستخدمهم في المرحلة القادمة. حسين السيد طبعا موجود مع صبر الرحيل، عارفين طبعا علي معلول ما زال لسه مصاب
بنفتقده لمده اسبوعين، بالتالي حسين السيد موجوع 10 ايام انا اسف. كان طبعا يعني دي كانت حاجه بالنسبه للنادي الاهلي او فريق النادي الاهلي مؤلمه، ان يبقى فيه لعيب اساسي زي علي معلول مش موجود، ولكن طبعا سواء بقى صبري او حسين دي حاجه مميزه. فرجوع حسين للتدريبات الجماعيه مع الفريق دي حاجه تبشر بالخير ان شاء الله وتبقى جيده. ايضا محمد نجيب بينتظم ايضا، الاثنين كانوا بيعانوا من اصابه، سواء بقى حسين السيد بيعاني من اجهاد في العضله الخلفيه او محمد نجيب كان بيعاني من اجهاد في الحوض او بعض المشاكل في الحوض، لكن انتظامهم دي حاجه بتخلي الفريق بيتقل اكتر، بيبقى فيه فرص لكابتن حسام في الجزء التنظيمي والجزء التشكيلي اللي هو بيختاره في المباراه القادمه، فكل التوفيق. ايضا معلول بيكتفي بالمران في الجيم، يعني يا رب يرجع بالسلامه، لان علي من اللعيبه المميزه جدا 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 بالنسبه لفريقنا. احمد حمدي برضه لاعب ناشئ او لاعب واعد ان شاء الله يبقى موجود مع النادي الاهلي، يمكن لعب في الفتره اللي فاتت وكان متميز، كلنا حاطين امل سواء على احمد حمدي او احمد راسل الريان يبقوا موجودين بصفه مستمره مع الفريق هذا الموسم، ومتوقعين ان شاء الله يتالقوا بشكل كبير. موجود برضه بعد اصابته او جهاد بالنسبه له في العضله الخلفيه هيبقى متواجد مع الفريق بامر الله. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه دايما باستمرار، ان اللعيبه يبقوا في احسن حال، مفيش اصابات لكابتن حسام. طبعا اما يبقى مفيش اصابات اعتقد الامور بتبقى مميزه، يقدر يختار بشكل سهل بشكل بسيط، اللعيبه كلها تتنافس بشكل اقوى، لان انت خايف على مكانك. كل ده مهم جدا للكابتن حسام البدري. معايا على الهاتف الناقد الرياضي احمد نادر، هنتكلم طبعا على تدريب النادي الاهلي النهارده. هو كان متواجد النهارده في الاستاد مختار التتش، وشكل التمرين كان عامل ازاي يا استاذ احمد؟ مساء الخير عليك الاول. مساء النور يا كابتن محمد، اهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. تحياتي ليك. يعني تمرينات النهارده يعني لو توصفها لنا بشكل سريع. النهارده كابتن محمد الاهلي فعلا بالفعل استانس في تدريبات واستعداد للمواجهه الداخليه. كابتن حسام البدري كان عقد محاضره قصيره كده قبل التمرين، اكد فيها اللعيبه يعني شرح لهم بعض الاخطاء الماتش اللي فات واتكلم معاهم، وبعد كده التمرين النهارده كان معظمه كان في بدني شويه، يعني كان في فقره بدني شويه للعيبه استمرت لمده حوالي 40 دقيقه. ده بالنسبه للاعبين اللي هم ما شاركوش بشكل اساسي، اللي ما شاركوش بشكل اساسي يعني. فعلا بالظبط. لكن اللعيبه اللي شاركوا في الماتش الاسماعيلي اللي فات ادوا تدريبات استشفائيه، والنهارده كان برضو الكابتن حسام عمل لهم فقره مختلفه شويه، كان كره طايره كده استشفائي كده بسيط. قد فيها باقي اللعيبه كانوا قدوا تدريبات بدنيه زي ما قلت لحضرتك استمرت لمده 40 دقيقه، كان طول النهارده في البدن قوي، وده كمان يعني عشان تلاحم الماتشات. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا كل ثلاثة حوالي اربع ايام بالظبط عندنا ماتش، فبيحاول ان هو اللعيبه ما يبقوش عندها اجهاد، يحاول يفك بس عضلاتهم اكتر. النهارده كمان التمرين تقسيمه شهر نظام حسين السيد ومحمد نجيب. حسين السيد كان الماتش اللي فات ما شاركش لان كان عنده اجهاد شويه في العضله، شارك النهارده بشكل كويس في التقسيمه ومع اللعيبه وان شاء الله جاهز للماتش الجاي. محمد نجيب كان عنده الم في الحوض، وطبعا غاب عن سبب غاب عن الفتره اللي فاتت عن مباراه الفريق، وشارك النهارده وانتظم بشكل كويس وبقى جاهز وموجود. علي معلول ما كانش موجود النهارده مع اللعيبه، كان بيأدي تدريبات تقليليه في الجيم. رامي ربيعه طب اخباره ايه؟ كان متواجد؟ لسه برضو لا، رامي ما كانش متواجد برضو، كان غايب لسه برضو شويه لحد ما يرجع، كان لسه ما ظهرش برضو. فدي معظم الحاجات. النهارده برضو الحاجه الكويسه كانت موجوده، كابتن طارق سليمان كان عمل جلسه مع حراس المرمى الاربع حراس اللي موجودين. واتكلم معاهم، يمكن انا حتى كمان بعد التمرين اتكلمت مع كابتن طارق واتكلمت معاه، قلت له انت حضرتك عملت جلسه النهارده؟ قال لي فعلا عملنا جلسه كل الحراس مميزين وكل الحراس كويسين، حتى النهارده شريف اكرامي كان في الجلسه. طب ما قالكش تفاصيل الجلسه يعني بالنسبه للكلام؟ هل بالظبط قال لي اتكلمت معاه عشان افعله على تفاصيل الجلسه، فقال لي الدنيا هاديه والدنيا جميله، بس مش عايزين بس الكلام اللي بيتقال على مواقع التواصل والكلام ان في بقى شحن وفي مشادات والكلام ده. قال لي بالعكس النهارده مش الكلام ده عندنا. قال لي خالص مفيش الكلام ده، قال لي شريف اكرامي النهارده كمان يعني واقف بيساند الشناوي، بيقول له بيسانده وبيتكلم معاه عن ادائه في الماتشين اللي فاتوا، بيقول له استمر وربنا معاك. بالعكس يعني كلهم واقفين جنب بعض. فانا بطلب بس من جماهير النادي الاهلي ان بلاش بس نبص للشائعات والكلام اللي بيبقى موجود على مواقع التواصل ده، لان مش ده ما بيحصلش في النادي الاهلي وده مش موجود عندنا خالص.
يعني يا رب كل التوفيق. الحمد لله. الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. ده كان معظم اللي حصل. لكن بالنسبه طبعا اللاعبين اللي كانوا النهارده بيتمرنوا كحاله استشفائيه بالنسبه لهم او تمرين استشفاء، هل اللاعبين الاخرين هل بان ملامح مين ممكن يكون موجود من خلالهم في المباراه القادمه كشكل اساسي بالنسبه له؟ لا شكل اساسي لسه، لان الكابتن حسام بيقدر بيحاول مثلا تمرينه في الثانيه بيحاول يخلي اللعيبه كلها تلعب كله بيشارك، لكن اللعيبه النهارده ظهرت بشكل كويس ومركزين في التمرين بشكل كويس. كله مشارك بشكل كويس الحمد لله، وربنا يوفقنا باذن الله الماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا طبعا تفاصيل تمرينة النهارده وشكل النهارده لتمرين النادي الاهلي النهارده، وبخصوص يعني كابتن طارق سليمان والشريف اكرامي والشناوي واحمد عادل، يعني اعتقد ان حراس المرمى النادي الاهلي بخير، يعني سواء هم الثلاثه، شفنا محمد الشناوي في مباراه الاسماعيلي ما شاء الله تالق في الكوره، اعتقد يعني الكوره دي فرقت كتير جدا في نتيجه مباراه الاسماعيلي، لان الكوره دي يعني تقريبا جت في دقائق صعبه جدا في الشوط الثاني، الشناوي تالق فيها بشكل كبير، تصدى لها بشكل مميز جدا، تحولت الهجمه دي بعد دقائق لهدف للنادي الاهلي، ثم تعزيز الهدف وفاز النادي الاهلي 2-0. فبالتالي دور حراسه المرمى في النادي الاهلي دور مميز جدا، سواء بقى الشناوي سواء شريف سواء احمد عادل او اي لاعب ممكن يكون طالع من قطاع ناشئين اكيد بيكملهم بشكل كبير. اعتقد الاسم محمد طارق هو اللاعب الرابع بالنسبه لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى، هو لاعب ناشئ، يعني كل ده مهم جدا. لكن بعض الناس ممكن تستغل ان وجود الشناوي وكلام كتير جدا، يعني الواحد من يومين انا قريت او لسه امبارح بقرا في جريده بعنوان كده، اعتقد ان هو طالع غير مناسب بالمره، لا ولا لتاريخ شريف ولا لعطائه للنادي الاهلي ومنتخب مصر ولا ولا ولا. فيعني اعتقد ان في حاجات كده اعلاميا او صحفيا او يعني ساعات بتعدي وبتفوت على الناس اللي بتكتب او بتتكلم على شريف. اكيد كل واحد بيأدي دوره بشكل مميز، محدش ابدا حابب ان هو يغلط، كل واحد مننا في حياته او في عمله بيبقى عايز يبقى احسن واحد. فيعني اعتقد ان شريف بيأدي دوره وككابتن كمان للتيم، ككابتن للفريق، بيبقى متواجد مع اللاعب زميله سواء الشناوي او احمد عادل، واكيد بيدعمه بشكل كبير، لان الهدف الاول والاخير زي ما بقول لكم هو فوز النادي الاهلي. مين بقى يلعب مين ما يلعبش هو ده الاهم. عشان كده برضو احنا بنقول لكم احنا هنا تيم كقناه الاهلي، هو هدفنا هو برضو نفس الوضع، النادي الاهلي يبقى في المقدمه. مين بقى موجود مين مش موجود، احنا كلنا بنساعد في الحته دي. عشان كده بقول شريف كابتن وفاهم هو بيعمل ايه، ودعمه للشناوي في المرحله القادمه مهم جدا، ودعمهم كمان لبعض من خلال جلسات مع كابتن طارق سليمان ده ايضا مهم جدا. الاسبوع العاشر للدوري الممتاز، اتحاد اسكندري بيتعادل مع طنطا 1-1. طبعا طنطا ما زال ماشي بشكل مميز جدا، يعني اما نيجي نتكلم على طنطا وجوده في المركز العاشر، يعني كابتن يعني خالد عيد ماشي، الاستقرار مهم جدا، ايضا كابتن عبد الظاهر السقا وجوده في لجنه الكره او جهاز الكره ورئاسته ليه، اعتقد عامل شيء مميز جدا مع فريق